تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية، واللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة إطلاقا. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة، برضو في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزة، في بعض الكثافات المرورية على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر بتستمر حتى ميدان لبنان. ناخد بالنا إن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسيعة المحور. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم هنلاقيه بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة القوات المسلحة وشارع العريش ومدكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات المرورية بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وبعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت بعض الكثافات المرورية الأخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. بتظهر بعض الكثافات المرورية على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت أيضا بعض الكثافات المرورية بمحيط ميدان النهضة وصولا للإشارة اللي ما بين السرايات وشارع النيل السياحي. خلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من طريقنا منفلوط اللي بيشهد كثافات نسبية متحركة. الكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما توصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. تعالوا نكمل مع بعض جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية، تحديدا ميدان أحمد جويلي. هناك بتظهر بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة، وبعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناك هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة، تبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. لو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية، هناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. ودلوقتي عودة للزملاء مصطفى ومنة وتكملة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا يا هلا.